الأولى من الشوط الأول بين المنتخب على سر المنتخب الجزائري والمحاولة اللي في غولي مليحة في غولي ثم محاولة يدخل منتخب العمليات أول هدف جميل جدا قادير في غولي قادير فؤاد وبعد فتحة حقيقة كانت فتحة جميلة جدا من فيغولي اللي شاف انه فيه عدم توازن دفاع الفريق اللي او دفاع عنتر يحيى واكد انه التمريره والتوزيعه نشوف لو نشوف توزيعه ونشوف فؤاد قدير اللي سجل الهدف الاول في الوقت بدل ضائع والتمريره العرضيه من فيغولي نعم تمريره عرضيه من فيغولي شاف انه اللعب قدير قدير يعني